تشوفونا عبر قناة الفجيرة ومطلع الشمس، ومساء الخير لكل الجمهور الموجود معنا بالفجيرة مول. وأكيد رح أقول مساء الخير لزميلي أمجد. يسعد مساك. يسعد مساك يا زميلتي نوار، ويسعد مساكم أعزائنا المشاهدين ومتابعين ومحبين برنامج ضربة حظ من الفجيرة مول. وبحب أمسي على الجمهور اللي مرافق دربنا هون بالفجيرة مول مع تحديات ومسابقات هذا البرنامج. بدي أسمع تحية أول شيء لكم. نسمع تحية. يا سلام. طبعاً أمجد، حلقة جديدة وتحديات جديدة، كتير من الجوائز اللي مثل ما تعودنا دائماً مقدمة من عدة جهات موجودة بالفجيرة مول. أولها مسك العود وعبد الصمد القرشي، دكتور نيوتن شنكرجي للعطور العربية للعود، جالكسي سينما. ومين كمان يا أمجد؟ وأيضاً معنا مطعم أولوريز كفالة للعطور والسيدات، ريفولي فان بلوك للأطفال، براند فورليس، تيلي لينك، عبد الصمد القرشي، دكتور نيوترشن، والطاير للسيارات من فورد. وتحية أسمعها لداعمين برنامج ضربة حظ. نسمع التحية. بيستاهلوا بيستاهلوا. جاهزين؟ لا هاي التسفية، هاي اللي لساتنا صحيين من النوم ما بدي إياها. بدنا حماس، بدنا جو، بدنا نشعل له هون هون مسابقات وتحديات يا نوار. صح أمجد. طب شو رأيك، جاهزين ولا لا؟ نبدأ ولا لا؟ ها جاهزين؟ لا وين نايمين يا نوار، خلينا نركب السيارة ونفل وسلام عليكم. جاهزين؟ أسمع بدي صوت. جاهزين؟ أعلى شوية. جاهزين؟ على فكرة اليوم الجمهور كله بنات إذا ملاحظ. شايف أنا بلاحظ الشيء. أوكي رح نبدأ أولى فقراتنا، فقرة شرق وغرب. اليوم رح يكون عندنا بازلز، كل المطلوب من الأطفال اللي رح يشاركونا إنه يحاولوا يركبوهن باستخدام أو بالاستعانة من الصورة الموجودة على الشاشة. وأكيد كل شخص عنده بس دقيقتين حتى يحاول يركب أكبر عدد ممكن من القطع. شو تكون لازم يا لازم أمجد؟ تكون القطع صحيح يا نوار. أوكي مش مشكلة إنه يركب الصورة كاملة، عادي، ولكن أهم شيء القطعة تكون صحيحة. صح. تمام؟ شو رأيك نبلش نختار؟ يلا يلا. أنا أختار فريقي، رح أختار البنت اللي لابسة أسود. ها وأنا أنا مين أختار؟ وين بده يشارك الأطفال؟ وين يرفع إيده؟ ها وين البنت الحلوة هذيك اللي ورا اللي ورا اللي ورا؟ ما في حدا ورا غيرك لابسة. أيوة أنتي. تعي يلا تعي. أيوة كمان لابسة أسود أو كحلي. تعالي يلا تعي. أوكي أمجد، بين ما توصل البنت رح نتعرف على البنت اللي معي بالفريق. خبريني شو اسمك ومن وين؟ تالا. من وين؟ فلسطين. أهلا وسهلا تالا. خبريني وانتي يا حلوة شو اسمك؟ زهراء. من وين؟ سوريا. حيوم الاثنين وحيو زهراء من سوريا. طيب تالا وزهراء معكم بس دقيقتين. تالا انت بفريقي لهيك نحن لازم نربح. لا زهراء بتمنى لك التوفيق. زهراء لازم نربح صح؟ صح. مستعد؟ مستعد. لازم نفوز عليهم. يلا جاهزين؟ لنشوف لنشوف. طبعا فيكم تستعينوا بالشاشة الموجودة قدامكم لحتى تشوفوا الصورة، فردوا القطع الموجودة قدامكم، فيكم كمان تشوفوا الألوان. لا تبلشوا أيوة. قبل ما أمجد يبدأ. تالا فيك تشوفي القطع. وانتم معكم دقيقتين راح نبلش بعد العد. تمام راح نشوف السكرين او الشاشه لانه هي نفس الصوره اللي بتركبوا فيها. تمام يلا جاهزين راح عد 1 2 3. يلا ابدا وبلشنا. يلا يا زهره خلينا نفوز عليهم. يلا يلا اسرع. تالا تالا عندها قطعتين صح. زهراء ايوه ايوه صح. ايوه ايوه ها شو في غيرها؟ تستعينوا بالصوره الموجوده على الشاشه كمان كانت صح. تعال هاي صح. لا اوكي كملي. يلا يا حلوين. يلا يا زهره. هيوم يا جمهور هيوم هيوم. الازرق برافو. 4 قطع صحيحه عند تالا. ما تحاولي تكملي اللون الأزرق. باقي دقيقة واحدة. حاولي عكسيها أو حتى من الجهة الثانية. زهراء وتالا. Yeah.
30 ثانية يلا 30 سكند. حاولي بلون ثاني، لون جديد، الأورنج مثلا. 20 ثانية 20 سكند. Nine, eight, seven, six, four, three, two, one. انتهى الوقت يا أمجد. تالا عنده أربع قطع صحيحة لكن منفصلين. أما زهرة للأسف ما عندك ولا قطع. شكرا زهرة. أيوها زهرة، أيوها أيوها. مبروك. أوكي تالا ارمي النرد. يلا. خلينا نشوف رقم أي رقم. 6 و5. رقم 5. 5 جائزتك معي طبعا، قسيمة مشتريات من الفجيرة مول للأطفال. شكرا شكرا تالا. بتروح هناك مشان تسجلي اسمك هون من هون. شكرا. مسابقين جدد وين؟ مين وين المسابقين جدد؟ ها مين راح يشارك؟ اخذ البنت اللي لابسة أحمر. اوكي تعالي شوف وين؟ وين الأطفال الحلوين؟ تعرف تركبي صور؟ يلا تعالي يلا خبريني شو اسمك ومن وين؟ يارا عمر من فلسطين. اهلا وسهلا فيك وانت؟ يارا. تعالى من وين؟ من فلسطين. والله والنعم. حيوهم حيوهم حيوهم. تعالى اوكي صار عندنا اثنين تعالى. لنشوف تعالى اللي بفريق اشطر ولا تعالى اللي عندك اشطر. يلا اوكي يارا جاهزين؟ يلا راح ابلش عد. تعالى كمان ركزوا كتير منيح وأكيد فيكن تستعينوا بالصورة الموجودة على الشاشة لتبلشوا قبل ما أمجد يعد. ابدأ يا أمجد. 1 2 3 وبلشنا. يلا لازم تكون الصور صحيحة أو القطع صحيحة. ثلاث صور صح صارت عند يارا. تالا شوف أنا بنصحك تنسحب. أنا ما بعرف شو فيني بهالفقرة هاي. ليش مش راضي؟ مش راضي تزبط معاي. لسه في شوية وقت أكيد تالا بتقدري تلحقي هيك على السريع تشوفي الألوان القريبة من بعضها وتحاولي تركبي القطع القريبة من بعضها. يارا يا تالا شوفي غيرها، شوفي غيرها يا تالا. يلا شوفي غيرها، شوفي الألوان الخضراء. أيوة يا سلام عليكي تالا تالا. محتاجين الجمهور شوي يشجعون. شو رأيك أمجد؟ معانا دقيقة واحدة. ها هي تالا. يلا يا ريو تالا. لا غير غيري غيري. شوفي قطع تاني، شوفي الألوان الخضراء الألوان الصفراء. شوفي برافو. مش راضي تضبط معانا ولا قطعة. مش فاهمين ليش. 30 ثانية معانا. نحن يارا رح تخلص وشكلها رح تنضم تكمل مع تالا. أيوة 7 6 5 4 3 2 1. انتهى الوقت. طبعا انا بتوقع انه يارا اول مشتركة بتركب اكبر عدد ممكن من القطع الصحيحة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. مبروك 15. يارا 15. نحن معنا ثلاث قطع. ثلاث قطع صحيحة برافو عليك. أيوة شكرا أيوة تالا. أيوة 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 مبروك. تستاهل يارا ارمي النرد. رقم 3 عندك يا نوار. تربحي معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا يا يارا. من هون تفضلي. كمان فريق بدنا؟ كمان فريق. ها تعال 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 تعالي. ايه بس امجد شو رايك تبعد القطع المركبه عن بعضها لحتى انا اتعرف على الاولاد؟
تعال او علي اوكي رح يساعدنا. تعال بس خلينا نتعرف عليك. هلو تعال مرحبا. تعال 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 انت فريقك. خبريني شو اسمك ومن وين؟ رؤى. رؤى من وين؟ من سوريا. اهلا وسهلا رؤى. وانت يا حلو؟ اسمي يوسف. من وين يا يوسف؟ من الاردن صح؟ ايوهم رؤى واسماعيل. يلا رؤى يا شاطره يلا اقعدوا على المربعات الزرقاء. ركزي كثير منيح رؤى وشوفي الصوره. أوكي. يلا راح ابلش عد. راح ابلش عد اوكي. يلا جاهزين؟ يوسف جاهز؟ تمام؟ يلا. رؤى جاهزة؟ يلا 1 2 3 ها ها ها. مش عارف شامم ريحة الفوز انت ان شاء الله. يلا مو مشكلة بسمح لك هالمرة. انا عندي 2 ولا تنسى انه اكثر مشتركة بتركب قطعة صحيحة كان معي. خلص الحين راح تعمليها موسيقى. يعني رح أعطيك فرصة. دايماً فريق بيربح. والله ما بعرف شو بتطعميهم أنت يا نوار. عنا سحر. صح. بهاي الجهر في سحر. بتشربيهم عصير الأبطال. برافو رؤى عنده قطعتين صح. ويوسف كمان عنده قطعتين صح. لا مو شرط أنه زكي بنقي الزكاية لأنه أحياناً كمان الوقت بيلعب دور. صح ولا لا يا نوار؟ لا. الوقت بيلعب دور. أنا ما بعرف أشتغل بالتايم. صح الوقت بيلعب دور. يوسف كانوا قطعك صح صح. كمل. رؤى برافو عندك 4 قطع صحيحة. لا هاي غلط. شوف وين بتركب هون ولا هون؟ بقى دقيقة واحدة. يوسف ورؤى. لا غير. وين يا جمهور؟ وين التشجيع؟ زعلان اليوم أنا. التشجيع وين؟ أوكي أوكي برافو. يوسف شوف واحدة ثانية. شوف الألوان الخضراء. لا لا الألوان الخضراء ركبهم جنب بعض. لازم تكون الألوان مثل بعضها رؤى. شوفي هاي مثلا. هاي 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 الأورنج. معانا 30 دقيقة. ايوه 30 ثانية. ليش دقيقة؟ أنا شوفين اليوم بين الدقائق والثواني في مشكلة عندي. بالعكس هون 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 هون. شفت هون. كيف يا باسل؟ الله كريم. لبيها 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 كمان كمان. غششت كثير يا نوار. ايوه لا انا بس عم ساعد على فكره. لا هذا مو مساعده. هذا انت بتطبخي طبخه وبتقولي يسلم ايديكي. 2 1 انتهى الوقت. رؤى ويوسف. رؤى عندها 1 2 3 4 5 6 7 8. اما يوسف للاسف بس 2. شكرا يوسف. هذا اوفر يا يوسف. هيوم خذي النرد يا رؤى. ارمي النرد. ها شو مخبين لنا النرد؟ رقم 1. الف مبروك رؤى بتربحي معنا 2 تيكتس على جالكسي سينما. شكرا. هيوها شفت الجمال؟ شفت الجمال؟ طبعا انا ربحانه ومثل كل مره يعني فلهيك فيك انت تطلعي. لساتنا مكملين تحديات. لازم تتابعونا وتشوفوا شو مخبين لنا برنامج طرف التحاس. ولكن رح نطلع بريك سريع ونرجع. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ومحبين ومتابعين برنامج ضربة حظ مع التحديات والمرح والأجواء الرمضانية هون بس بالفجيرة مول معي أنا ونوار. أكيد وصلنا لفقرة جدا حماسية. طبعا أمجد وصلنا لتاني فقرة برنامجنا لليوم. فقرة هو وهي. فقرة هو وهي رح نسأل الشباب أسئلة بتخص الصبايا والصبايا أسئلة بتخص الشباب. ومثل العادة ومثل كل يوم فريقي دايما بفوز. ومثل كل فقرة أنا بجوك من صحة المعلومة هي. على فكرة مو بس أنا يعني هذا الحكي مو من عندي. هذا الحكي في كتير شهود عليه. شهود؟ طيب أوكي تخبرنا فقرة هو وهي. فقرة هو وهي راح نسأل الصبايا أسئلة بتخص الشباب وبنسأل الشباب أسئلة بتخص الصبايا. ومعاكم 15 ثانية فقط يعني لازم نكتسح بثلاث أجوبة. وهي فقرة تحدي طبعا ومرح. أوكي يلا بدنا نبلش نختار. مين من الشباب بيحب يشارك؟ ها هلا في شاب وصبية اصلا موجودين بتحبوا تشاركونا؟ ها تتفضلوا. شو شوف يعني يوسف عم يرفع لك ايدك. يلا تفضلوا. اهلا وسهلا. والصبية تفضلوا.
تعرفنا عن حالك؟ بلال من الأردن. أهلا وسهلا فيك بلال. نستنى الصبية لتوصل. أهلا وسهلا. تفضلي. تعرف علي؟ وفاء من الأردن. الأردن، حضرتكم من الأردن؟ من الأردن كمان. تمام، اليوم بدنا نتحدى. بدنا نتحدى ونطلع بمنسف اليوم. ها لازم اسمعي، لازم ننسفهم نسف، هم فريق نوار، ننسفهم انا وياكي. ماشي؟ سمعت هذا الحكي من قبل على فكره. معكم 15 ثانية جواب لكل سؤال. شوف انا بهي الفقره ما بزعل اذا انت فزت. شفتي انت؟ اوكي؟ انت حاسس اني رح لانه انت مع الصبايا فما رح ازعل. اوكي. معكم ثلاث اسئله، كل سؤال 15 ثانية، اوكي؟ رح نبدا من عنا يا امجد. السؤال الاول بقول كثير سهل. الاسيتون لشو بيستخدموه السيدات؟ بشيلوا الالوان على الاظافر. صح، عندنا نقطه. الرتبه الاعلى في العسكريه العميد ولا العقيد؟ العميد. شو رايكم، عميد ولا عقيد؟ عميد. صح صح، اوكي تعادل. اوكي سؤال ثاني، شو هو الكارديجان بالملابس النسائيه؟ كارديجان بالملابس النسائيه. لا بعرف صراحه. 5 4 3 2 1. هو بينلبس بس. صح، جاكيت بينلبس بس جاكيت طويل مفتوح. ايه عندك يا امجد. شو معنات الدقماق في مهنه النجاره؟ الدقماق في مهنه النجاره شو هو؟ الدقماق، دقماق يعني في لو سمحت لا تمثل. كيف شكله يعني؟ 4 3 2 1. سهل وقت. طيب هو ويمكن انا اول مره اسمعه، بس ايش هو المطرقه ويستعملوه النجارون لدق الخشب. اوكي عنا، شو يعني الوابل بالطبخ؟ الوابل في المطبخ. وابل صراحه ما اسمع فيها. وابل توابل قصدك؟ 4 3 2 1. بيّنت شكلك. اسمها الوابل هي عبارة عن مصطلح يعبر عن استخدام التوابل كالفلفل والملح. شفت، بيّنت حالك انك انت ما بتفوت المطبخ ولا بتطبخ. بيّنت خلص. لو انه بس عندنا نقطة، هذا عندكم سؤال حاسم، يا بيتعادلوا يا بتفوز. صح، يلا لازم نجاوب على هالسؤال. طيب شو وظيفة الترومبة في السيارة؟ الترومبة ايه بدل الترومبة. يلا شو معناتها الترومبة؟ وظيفة شو؟ الترومبة. بتعمل زي البخ اللي 3 2 1. انتهى الوقت، تعادل. ما اسرعي. الترومبة هي طبعا سحب البترول من الخزان وضخه الى المحرك، تستخدم في ضخ البترول والبنزين. بس الف مبروك، تعادل، انتوا الاثنين ربحتوا. يلا تفضل. كل واحد بياخذ نرد. نرد تفضل، ترمي النرد الاحمر. احمر ونرد ازرق. ارمي النرد الازرق. يلا يلا تفضل. رقم جائزة رقم واحد. واحد. ألف مبروك، تربح معنا قسيمة مشتريات مقدمة من الفجيرة مول. تفضل. شكرا. من هون تفضل. يلا ترمي النرد أنت كمان. رقم 6 وجائزتك معي طبعا قسيمة نقدية مقدمة من مسك الإمارات. ألف مبروك، حيوم 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 حيوم، يستاهلوا. شكرا. طلعنا متعادلين يا نوار. بداية موفقة. بداية موفقة. مين من الشباب يحب؟ بس بدنا شارك. كمان بدنا كمان. تحبوا؟ شباب وصبايا. تفضلوا. ها. اللي مشرفين الجاد اليوم. مرحبا. شو شباب؟ ها. تفضلوا جربوا التحدي، شوفوا اختبروا معلوماتكم. ها الأزواج اللي هون أول مرة بنشوفهم، شاركوا معنا؟ أهلا وسهلا، تفضلوا. مدام اهلا وسهلا، بتشرفوا تعوا. يلا تفضلوا، خلينا نشوف معلومات الازواج اليوم يا نوار وكيف راح يتحدوا. مين فينا اشطر امجد؟ شفتي اكيد فريقي انا اللي راح يفوز يا نوار، انا متاكد. لا كثير تتامل. تفضلوا، تعرفنا عن حالك، الاسم من وين؟ ياسين من مصر. اهلا وسهلا، عرفنا عن المدام امجد. تعرف عليك أم أنس من مصر، حيوم، بدي أسمع تحية أول شيء. أهلا وسهلا فيكم. كيف رمضان معكم؟ كله تمام؟ أكيد المأكولات والحلويات والأشياء الحلوة موجودة في رمضان صح؟ تمام. باقي الأيام الله وكيلك طبخة واحدة وسلام عليكم صح؟ صح. بس. أوكي رح نعطيكم ثلاث أسئلة لكن سؤال. نعم؟ يا ريت أتبقى في المطبخ. إيش بتعرف تطبخ؟ شوية.
لا مو بالمطبخ. اوكي ثلاث اسئله لكل سؤال 15 ثانيه بس انه اسئله سهله يعني. اوكي رح نبدا معي يا امجد. السؤال الاول بيقول شو يعني الميني جيب في اللبس النسائي؟ ميني جيب جبده قصيره. جيب يعني جيب قصيره. ميني جيب يعني بلوزه قصيره. 4 3 2 1. هي بنطلون واسع قصير. ايه مو بلوزه، كنت قلت لي بنطلون. هذا سؤال عن المقاولات والبناء. طيب شو معنات المسطرين في البناء؟ المسطرين في المونه بيفرض في ايه؟ المونه. المونه معناتها ايه؟ اسمنت. صح ولا غلط؟ صح. اوكي هذا السؤال كتير سهل. شو المزوره بالخياطه؟ المزوره مزورة؟ مزورة يمكن شبه المتر دي بيسو البيسو. صح 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 صح. نقطة بنقطة. عندك يا أمجد شو يعني الأمبير في الكهرباء؟ الأمبير في الكهرباء شو معناته؟ وحدة الكهرباء. وحدة صح؟ صح صح. أوكي. يلا لازم تجاوب صح. شو يعني الفيشيال بالعناية بالبشرة؟ فيشيال؟ فيشيال مودة؟ للعناية بالبشرة كريم مثلا دهان البشرة، تنظيف البشرة. صح. طيب آخر سؤال إلنا. كم حكم بالساحة في لعبة كرة القدم؟ كم حكم في الساحة في لعبة كرة القدم؟ 3. صح صح. بدي تحية. لا 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 حماس. بدي حاليا دلوقتي 1 2 3 4 5 6. ستة. انا شوف انا اعطيك معلومه اوكي، بما انه انا يعني بفهم نص 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 بالرياضه. اوكي يلا. طيب هو في حكام بساحه الملعب ولكن في حكام كمان فوق. طيب بس لكن المعتمدين اللي هم حكام الراي الاثنين وحكم الساحه هاي 3. ايوه 3 في 1 يا عم. يلا معلش. اوكي 2 زياده دول زياده العدد. بس انا مين الربحان يا نوار؟ امجد الف مبروك. تفضلي مدام. تفضلي مدام تاخذي النرد ونجرب الحظ. رقم 2. ألف مبروك، بتربحي معنا قسيمة نقدية مقدمة من مسك الإمارات. شكرا. شكرا. تفضلوا من هون. شو يا نوار؟ أنا بكفيني الربح اللي جبته بالفقرة الأولى. لا بكفيني الربح اللي جبته بالفقرة الأولى. خلص معلش خليته يربح بهاي الفقرة. اطلع اطلع بريك خلص. أكيد أمجد رح نكمل فقراتنا لليوم وننتقل للأمثال، بس بالأول رح نطلع بريك سريع. رجعنا من بعد البريك، ويمكن لو طول البريك شوي كنا انا وامجد شدينا شعر بعض على انا ربحاني وانت ربحان. مو مشكله وصلنا لفقره انا وياك فيها دائما ربحان. اكيد مهما طولنا هالغيبه راجعين بغنايم يا نوار. صح صح اكيد. بس يلا معلش اكيد عندنا روح رياضيه واجواء حماسه. والله عندي روح رياضيه، انت اللي ناقصه عندك شوي. وصلنا لفقره الامثال. انا وامجد رح نعطي نص المثل وكل المطلوب من اللي رح يشاركنا انه يكمل المثل. امثال كثير سهله ومتداوله عند الجميع. 5 أمثال وخمس ثواني لكل مثل يا أمجد. وعلى الأقل لي المتسابق يجاوب بثلاثة أمثال فقط وبكون دخل معانا الربح، ربح الجائزة إن شاء الله. مين بحب يشارك؟ ها مين شاطر بالأمثال؟ أمجد شو رأيك ناخذ السيد اللبس أسود؟ يلا تفضل. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. تعرف عليك؟ طارق البكر من الاردن. طارق البكر من الاردن. حيو شاطر بالامثال يا طارق؟ يعني نص 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 نص. لا لا هي الامثال كلها سهله ان شاء الله رح تعرفها كلها. اوكي ابدا معي. يلا معك. تمام. المثل الاول بيقول من طول الغيبه طول الغيبه جاب الغنايم. صح. عندك يا امجد امشي بجنازه امشي بجنازه ولا تمشي بجوازه. يا سلام. اذا ما طاعك الزمان اذا ما طاعك الزمان طيعه. صح. عندك كل داء وله دواء. يا سلام. أوكي. انا وخيع ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. صح. ابو الامثال. حيو 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 من الاردن. حيو بدنا حجر النرد. اوكي بس بدي اعرف اسم شو اسم البنت. بنت اسمها نايا. الله يخليها. يلا حظك من نايا. رقم 5.
4 4 وقف على الأربعة. عندك يا امجد. هاي قسيمة مشتريات مقدمة من كفالو، ألف مبروك. ولكن أنا بدي أسألك سؤال، خذ هاي الجائزة أول شيء، كيف رمضان معك؟ رمضان كويس الحمد لله. كل الطبخات والتجهيزات أوكي؟ كله كيف. وطبق الحلويات؟ طبق الحلويات نمبر. شو قصدك مع الحلويات؟ 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 لازم الحلي صح؟ نافي. بعد المنسف شو بتاكل أنت؟ كنافة. نوم بعد المنسف. مين أحلى كنافة؟ حبيبة ولا فراس؟ لا طبعاً فراس. فراس؟ صح فراس، كنافة فراس. شكراً لك أستاذ. أهلا وسهلا، تفضل. شكراً. أستاذ متسوق نواف. هلا كان عندنا أول أبو الأمثال، مين بيشارك؟ ها مدام تفضلي. أنا بلاحظ إنه يعني اللي أعمارهم فوق 30 سنة شاطرين بالأمثال. طبعا. اما الناس اللي بالعشرينات شوف عم تقول لك مش رح تقتلك امجد، رح تقتلك. 30 اوكي طيب. اهلا وسهلا، نتعرف عليك. امي يوسف. من وين؟ من مصر. يا ويلك تقول فوق ال 30. شفتي اوكي هنشوف. خلص مش فوق ال 30. انا رح بلش من عندي. حرام عليك امجد. اوكي رح ابدا من عندي. المثل الاول بيقول جنب العقرب لا تقرب. 4 3 2 1. وجنب الحي فروش ونام. عندك يا أمجد. هذا المثل راح كيكي يا بينكة مصرية، يا ما تحت السواهي. دواهي. صح. دواهي. أصبر على مجنونة. لا يعقل. مش عارف. توم. لا يقل الليجن. أنت عم تشوفي من الورقة؟ أوكي. عندك يا أمجد، بس أنت جاوبتي بعد الجرس. عندك يا أمجد. ما أعز من الولد غير. ما أعز من الولد غير. صح. الولد صح قبل صح. الجرس. أوكي. صح. الجمل إذا بار. بيحمل قطار. صح. بيحمل قطار. أوكي ألف مبروك بمساعدة أمجد. لو ترمي النرد لو سمحتي. يلا طبعاً معلش. يلا يا بطة حلوة يلا. بس خبريني شو اسمك قبل أو بعد. يلا شو اسمك؟ فرح. فرح. قدي الرقم؟ رقم 6 فرح عند أمجد. طبعاً بدنا نعطيك جائزة حلوة بما أنك أنت من تحت الثلاثين. ها هاي جائزة مقدمة من العربية للعود. ألف مبروك، هيوها. شكرا. تستاهلي. تفضلي. تستاهلي. من تفضلي. هون تفضلي. شكرا. اوكي مين اخر مين المتسابق راح يشارك؟ مين ابو الامثال؟ مين امجد؟ في عنا وجه جديد. يلا تفضل. اهلا وسهلا. نشوف الشباب بالامثال. يا نوار كيف مدام بيحكوا فوق ال 30 وتحت ال 30. اهلا وسهلا، نتعرف عليك. عمرو السيد من مصر. اهلا وسهلا فيك. اوكي أمجد تبدأ بأول مثل ولا أبدأ أنا؟ أوكي المثل الأول بيقول الكتاب بينقرأ من؟ من عنوانه. صح. عندك يا أمجد. أكبر منك بيوم. يعرف عنك عن سنة. صح. أوكي اسأل مجرب. ولا تسألش خبير. صح. عندك يا أمجد. إذا ركضت الوحوش. نون. غير نصيبك ما بتحوش. الحيطان إلها ودان. صح. صح. أوكي عندك 4 أمثلة من أصل 5 صحيحة وطبعا بتربح معنا. تفضل ارمي النرد. هاي في نرد أزرق. يلا ناخده. رقم 3 عندك. رقم 3. ألف مبروك بتربح معنا قسيمة مقدمة من براندز فورليس. شكرا. تفضل من هون. شو وصلنا؟ وصلنا للضربة القوية اللي هي ضربة القاضية. ضربة القاضية. ضربة الحظ. رح نختار 3 من المشتركين لحتى يشاركونا. طبعا كل المطلوب من المشتركين انه يحاولوا يجيبوا رقمين مثل بعض. عندهم 3 محاولات لحتى يربحوا 10 كوبونات يقدروا يدخلوا معنا السحب على سيارة فورد مقدمة من الطائر للسيارات ومن الفجيرة مول. اكيد. اوكي لازم يجيبوا رقمين مثل بعض يا نوار. أكيد. بحجرين النرد. رح اختار الولد اللي لابس ازرق. تعال امجد عندك. تفضلي. ايوه انت.
مين كمان؟ تفضل الشاب. تفضل. ايه ها بدنا كبار شويه، بدنا كبار نشوف الحضور. خلينا نشوف الثلاثه هذول لو احتجنا. خبرني شو اسمك؟ يوسف. من وين؟ من مصر. اهلا وسهلا يوسف. امجد بتعرف عليكي؟ محمد من مصر. ام محمد من مصر. وانت؟ مروان النعيمي من العراق. مروان النعيمي من العراق. اهلا وسهلا. معانا اليوم ضربه حظ ان شاء الله راح تكون، لازم تجيبوا رقمين بحجرين النار، يعني واحد وواحد، ستة وستة، خمسة وخمسة. معكم ثلاث محاولات وعندنا ثلاثة وخمسة بأول محاولة. يلا محاولتين. أسرع. صار معك ثلاثة. أوه 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 أوه. واحد واحد. كمان مرة يوسف. اثنين وواحد، أربعة واثنين، أربعة واثنين. حط أوفر، حط أوفر، حط أوفر. تفضل. لازم تجيبوا رقمين متشابهين عشان تفوزوا بعشر كوبونات بالدخول، بالدخول على السحب. ستة وستة. برافو. صفقة صفقة صفقة. الاسم؟ مروان نعيمي من العراق. ألف مبروك مروان، تفضل 10 كوبونات لتدخل السحب على السيارة. شكرا مروان. تفضلي مدام. يلا جيبي جيبي جيب النرد. البنت رح ترميهم. اوكي اوكي. واحد وثلاثة. كمان مرة روح جيبيهم. يلا شو رأيك تخلي الماما هالمرة ترميهن؟ خلي الماما ترمي. يلا خلي نشوف نصيب الماما كيف. ها ها ها. خمسة ثلاثة. كمان مرة كمان مرة كمان مرة. يلا آخر مرة نشوف النصيب. يلا الثالثة ثابتة ولا لا؟ إن شاء الله الثالثة ثابتة ولا لا؟ للأسف. حظ أوفر، حظ أوفر مدام، حظ أوفر. يعني طبعاً. الحمد لله أمجد ربح معنا مروان اليوم، وأكيد لسه في فرصة. نحن موجودين بالفجيرة مول طول شهر رمضان كل يوم. أي ساعة؟ الساعة 10 وبنمتد إلى الساعة 10:45. انتظرونا بنفس الموعد مع تحديات جديدة، مسابقات جديدة، وأجواء جديدة هون بس بالفجيرة مول. جوائز جديدة. أكيد جوائز جديدة معي أنا ونوار. صار بدنا نقول يا نوار شو؟ صار وقت نقول باي باي. باي باي.